أستاذ عبد الرحيم محرز، النبرة الصوتية الحادة، حاضر دائما في جميع المهرجانات المحافل الوطنية. السلام عليكم. أنا جد فرحانة بتواجدي اليوم في هذه الصبيحة الرياضية المتميزة بمدينة أنزا. أنا كنشكر بزاف الاتحاد الصحفي الرياضيين المغاربة اللي شرفوني بهذا التكريم هذا بشراكة مع نادي أجاكس لأنزا. كنشكر الجميع، كنشكر الجنان المنظمة لهذا البرنامج، لهذا اللقاء الرياضي الحافل، وهذا الفوز ديالي أو لهذا التكريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كان هديه للزوج ديالي رقم الواحد في الحياة ديالي، أنه هو اللي شجعني في المسار المهني ديالي كإعلامية ومهنية. وكنحيي الموقع الدار على تغطية هذا الحدث الرياضي الكبير. السلام عليكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كيف كيعرف الجميع كان واحد النشاط اللي تنظم باسم اتحاد الصحفي الرياضيين لجهة سوس ماسة بشراكة مع مدرسة أجاكس لكرة القدم هنا بأنزا. هذا الحفل تم باليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف يوم 8 مارس. ارتأت جمعية اتحاد الصحفيين الرياضيين لجهة سوس مساء أنها تحيي هذا الحفل هذا لهاد النساء اللي ربما انه الكل كيعرف، والجميع ماشي غير ربما، لانه الكل كيعرف بان اتحاد الصحفيين يحتفل بالمراه، والمراه جزء ضروري منه، وارتئينا اننا ندير لهم هاد التكريم هذا. وكرمنا بعض البطلات اللي في رياضه التايكواندو، كرمنا كذلك مدربه فريق حسنيه اكادير خديجه بوطلحه، اسماء سفير، شاعرات كاسماء الابيض حليمه فعراس، وكرمنا كذلك صحفيات اللي كيتواجدوا معنا باتحاد الصحفيين كاسماء رفيق فيقي، وكذلك مجد السكوتي. وكنشكروا كل الداعمين اللي قدموا لنا يد المساعده، وكنشكروا كذلك رئيس فريق حسنيه اكادير، ونشكروا الاخوان كلهم ولا الداعمين. والحمد لله داز هذا الحفل هذا في احسن الظروف. شكرا لكم انتم كاعلام اللي جيتوا درتوا هذه التغطيه، شكرا لكم كاملين. ازول اليوم تم تكريمي يعني بمناسبه اليوم العالمي للمراه كاعلاميه بجهه سوس ماسة. انا جد فرحانه لهذا التكريم، وجد فرحانه للنساء المغربيات على الجميل وعلى الابداع اللي كيديروا، فتبارك الله عليهم. كنتمنى المزيد من التفوق والتالق للنساء، كيف ما كنقولوا ان النساء شقائق الرجال، فضروري غادي نشكروا حتى الرجال، منهم خوتنا بواتنا، منهم اصدقائنا، فبحال هذه المناسبات كيعطيونا طاقه ايجابيه وكيفرحونا صراحة. تبارك الله عليكم، شكرا. سعاد السبع، شاعرة وكاتبة ومدربة دولية في التنمية الذاتية. الشكر الجزيل اللي قاموا بالتكريم ديالي اليوم في هذا المحفل الرائع بمناسبة 8 مارس. فالشكر الجزيل للاتحاد الصحفيين الرياضيين، وكذلك لمدرسة أجاكس للرياضة على هذه الالتفاتة الراقية للنساء الجهة المتألقات كل وحدة في مجال ديال التخصص ديالها. فالشكر الجزيل لكل لجنود الخفاء اللي قاموا يعني بهذا الحفل المتميز، والشكر الجزيل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.